السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نناقشوا موضوع الواجبات أو التمارين المنزلية. التمارين المنزلية هي عبارة عن واجبات كيعطيها الأستاذ المتعلم أو التلميذ على أنه يمشي للمنزل ويجاوب عليها. هاد التمارين المنزلية كتسبب واحد الضغط كبير على التلاميذ وعلى الآباء والأمهات، لأن التلميذ ملي كيمشي للمنزل كيلقى باش يستراح كيلقى أنه كتنتظر مجموعة من التمارين خاصو يجاوبها، وهنا ما كيلقاش الوقت فاش يستراح ولا باش يلعب. الكثير كيدير واحد المقارنة بين المغرب وفنلندا مثلا، كيقول أن دولة فنلندا هي من الدول المتقدمة كثيرا في المجال ديال التعليم، وفي المدارس ديالهم ما كيعطيوش للتلاميذ الواجبات المدرسيه. اذا حتى حنا في المغرب نديرو بحالهم وما نعطيوش الواجبات المدرسيه او التمارين المنزليه للتلاميذ ديالنا. لكن هذا الامر هذا خاصنا ما نشوفوش من زاويه واحده، خاصنا نشوفو من عده زوايا. فالاسره الفنلنديه عكس الاسره المغربيه او مختلفه على الاسره المغربيه. الاسره الفنلنديه داك الفراغ ديال الواجبات المدرسيه اللي ما كاينش كتملؤو، هي كتمشي للسينما، كتمشي للمسرح، كدير الاطفال ديالها يقوموا بانشطه خارج المنزل، وحتى داخل المنزل موفره لهم مجموعه من الاشياء. يعني الطفل عنده واحد البيت خاص ديالو، عنده كتب، عنده خزانه، عنده مجموعه ديال القصص يقراهم، موفره له اي حاجه على انه يملأ داك الفراغ ديال الانشطه او التمارين المنزليه. لكن عكس الاسره المغربيه كما كتعرفوا ان الوضعيه الاقتصاديه ديالها هشه، التلميذ ما عندوش هاد الامكانيات، الاسره ما يمكنش ليها تمشي للسينما ولا المسرح كل نهايه اسبوع. فلذلك فالمكان الوحيد اللي كتلقى فيه التلميذ هو الشارع، هذاك هو المكان الوحيد اللي كيمشي ليه التلميذ. لذلك فإننا نرى أن الواجبات المدرسية في المدرسة المغربية فهي مهمة جدا، فهي صلة الوصل بين التلميذ والمدرسة.